هنايا يلا البنات عندي هنا الموديل ديال اللي درنا دابا غير حنا غادي نخدموا قميجه صافي يلا لا البنات رجعي لينا رجعي لي ما بغاش تبان تحيد ترجع لي لا ما بينتاش انا تصور رجعي لي وصافي عطوني ميتوا البنات يلا بسم الله غنبداو عندي هنايا نورمالمون شحال قلت لكم اللي غيخدني في الدرس ها 3 متر ياك 3 متر انا هنا غنخدم غير بجوجونس صافي خسرني شي حاجه راه غنزيدها انتما تشوفوا معايا غادي نشد بالنسبه لهذا الموديل هذا البنات الطول ديالو فيه 3 جوجونس والعرض شحال فيه متر 11 انا غنحاول نخدم غير طاي صغيره يلا عاودوا معايا المعلومات اللي قلنا قبيله امتى كنتني على العرض الا عندنا بنيه صغيره والحوض ديالها ما فاتش لا 30 غادي نخدم بهذه الطريقه هذه امتى على 4 غنخدم على 4 الا كانت بنت صغيره ولا السيده ما يفوتش الحوض ديالها 30 32 هكا كنخدم بهذه الطريقه هذه الا كانت الكليانه رقيقه ياك ولا كانت بنت صغيره اصلا هذه الطريقه ديال الطويه ديال الثوب راه كنخدمها دائما للبنات الصغار البنات الصغار ما عمرنا كندير لهم تشقلي داخل في الخارج صافي يا كمال معانا ولا مع غانا يلا ولا الا كانت الكليانه بيضاء ياك وبغيت نخدم هذا الموديل هذا كنخدم بحال هكذا كندير غنفصل الظهر هو الاول في البلاصه المسدوده كيف ما درتو في الدرس الظهر هو الاول في البلاصه المسدوده وهنايا غنخدم فيه الامام اش بان لكم نخدموا بهكا ولا نخدموا بالطريقه اللي خدمنا بها باش ما نخربكمش نخدموا بهادي يلا نجربوا بهادي يلا بسم الله غادي نشد مترو 11 مترو 11 غنتني على جوج اشنو هي مترو 11 اش كتسمى طول ولا عرض العرض عرض ياك شكون اللي ما قبيله هنا دائما كيتشد بالفنايت هنا كيتشد بالفنايت صافي وغادي نجيب البلاصه المسدوده غنحطها على ياش على البلاصه المحلوله ونخلي واحد سنتيم ديالاش تاع الخياطه هذه الطريقه البنات راه كما قلت لكم كنفصل فيها جلابه هذه الطريقه هذه راه هي اصلا الموديل راه جلابه غير انايا نبدل لكم شويه غنديرها لكم كسوه الطريقه هذه راه كنفصل فيها الجلابه كتجي خطيره يلا بسم الله اول حاجه غادي نشوف الثوب ديالي واش مقاد ولا لا هذه الحاشيه هذه راه ما كنحسبهاش راه غنحيدها اصلا فيها التقايبي وفيها هنايا هاد الشعكوكات وهاد التخربيق هذا تقلوا لي هي اصلا تما ما نوصلوش يا حدي هنايا عطوني تقلوا لي الثوب الثوب البنات كريب ياك غير باش تعرفوا النوع ديال الثوب ملي غنبدا وحده ما تهضر عندي غنبداو استاذ من منين من هنا من البلاصه فكرتك منين غنبدا من هنا عرفتي قلتي لي هنا لا ها من هنا قلتي لي انا اش غندير لك المهم نضره في راسي راه دابا جاي لا سمعت ليها لا قالت لي من هنا اي مالك بغات عافيه كنبدا البنات من هنا ياك غنبدا من هنا انت كنبدا من هنا غنبدا من هنا الا كنت بغيت كلشي مسدود الا كنت بغيت كلشي مسدود كنبدا من هنا انا دابا بغيت الامام محلول فهمنا في حاله الا ما كنتش انا باغا ندير البنطه باغا نخلي الصدايف شحال غنخلي البنات هنا شنو السبب الا كنت انايا ما باغاش باغا ندير الصدايف منه يعني من 5 سنتيم صافي ولكن ما ننصحكمش علاش خلوا لي العرض كامل يلا بسم الله غنبداو هنا راه كيبان لينا الثوب بانه راه مقد اشنو غنديروا يلا شعيبيات غندخل سبعة وغنهبط بشحال بجوج وغنقور دائما قدو نتوما الخط انا هنا راه مقاد عندي الثوب داكشي علاش ما قديتوش كنحط اش نصف الكتاف الكتاف مقسومين على جوج ما كنزيدش واحد ما كنزيدوش انا غنخدم ب 19 صافي هاد نصف الكتاف شحال كننزل ثلاثة غنزل بثلاثة ثلاثة وغنطيح الكتف ردوا البال في طيحة الكتف لا تزيدوا سنتيم ردوا البال كنمشي ها الكتف كنهبط نيشان صافي ردوا البال لهاد النقطة هادي غادي نعبر اش ارتفاع للأمام غنخدم لا غنخدمها ب 38 صافي قلت لكم أنا طي صغيرة صافي طي صغيرة عقلوا على ياسمو على ملي كتكون 20 راه غيكون باش فورما متناسقه راه دابا كتلاحظوا بانني
كتحفظوا الارقام اللي كنعطيكم 20 في الكتاف 40 في الصدر 30 في الحاو 32 فهمتوا باش كتجي فورمه متناسقه. دابا درنا 19 اوتوماتيكوم راه ارتفاع السطر غتكون فيه 38 39 عبرنا 38 غنعاود نعبر 38 علاش علاش مالك عاود تعبر 38 هنا باش يجيني الخط كنهبط بارتفاع الامام. ارتفاع الامام اشنو اللي كيتحكم ليا فيه رشيده؟ اش كيتحكم ليا في ارتفاع الامام؟ يعني على حسب الصدر ديال المراه. ماشي رقيقه ماشي غليظه، كاينه المراه اللي كتكون رقيقه وعندها الصدر، ملي كتكون الكليانه عندها الصدر كيدير هاه كيطلع وكاينه غليظه وما عندها الصدر، يعني ارتفاع الامام الصدر اللي كيتحكم ليا فيه. هنا درنا لها 38 غادي نديرو اش غنحط هنا دابا دورات الصدر مقسمه على 4 زائد 1 غنخدم ليها ب 28 28 اش غنعاود ندير لها 28 غنطلع من الطابق تحط الكتاب حسنا اش تكسكتي خلي تقولي البنات ها قلتي صافي قلت واش تخربقتي عبرت هنايا 28 غادي نعاود نعبر هنا 28 وغادي نصل النقاط مع بعضياتهم غنصل هاد النقطه. خديجه اش هاد الخط هذا شنو هو الدور ديالو؟ التركيز. التركيز اشنو هي القاعده ديال التركيز؟ التركيز الكتف على جوج زائد زائد جوج ولا زائد واحد؟ هاد الكليانه هادي زائد جوج هاد الكليانه هادي اش كتبان لكم فيها رقيقه ولا ضعيفه؟ لا ضعيفه ضعيفه ما غليضاش غنزيد واحد بركه عليا. يعني شحال درنا ليها؟ درنا لها في الكتف درنا لها في الكتف 19 غادي نخدم ليها درنا لها 18 غنخدم ب 19 صافي 19 كافيه. كيفاش كندير 19؟ كنحط واحد هنا ياك و 19 كنقلب عليها في هذا الخط هذا كيبان مريم هذا الخط صافي وغادي ندير التركيز ديالي. انا التركيز غنخدمو عادي باين غادي نهبط هنا بشحال غندخل بجوج وغادي نحفر وغادي ماشي نحفر غندي هذه النقطه لعند هذه شحال غنزل 15 سير عسير غنزل ب 15 اش غنحط على هذا 15 دورات الحوض دورات الحوض. اسم هذا الخط هذا خط بما انه كنحط عليه الحوض اسمو خط الحوض وهذا خط الصدر وهذا خط الكتاف صافي غنحط هنا دوره الحوض بما انني عندي 28 في الصدر شحال غتكون عندي في الحوض تقريبا 29 30 غنخدم انا ب 30 صافي هكذاك اش غندير دابا غندي هذه النقطه لعند هذه صافي بالنسبه للطول غنعبروا 90 فين هي؟ ها هي 90 واش غندي ليها؟ غنسطرها عادي فين هي الأخرى؟ نتيا شحال نتيا الله زهرة شحال غنطلع هنايا؟ ما باش ما يتحكش الجلاد باش ما يتحكش الجلاد بجوج غنطلع بجوج ولا بثلاثة؟ إمتى كنقص من الطلعة وإمتى كنزيد في الطلعة؟ الا كان العرض ماشي الطول الا كان ايفازي بزاف الا كان العرض الا كان العرض الا كان الا كان الجلال عريض كتكون الطلعه زايده والا كان الجلال محدو كينقص وهو كيطلع حنا ما غنديرو لا جلال لا حتى حاجه رجعي للور غنخدموها بطريقه هذه شوفوا فيا حط سبعك هنا حسنا دير سبعك تم كنحط النمره واحد هنا شوفوا فيا كنحط النمره واحد هنا وغندير 90 هنا فيما مشات 90 غنتبعها صافي غير هي وصراحه طلع ليا بزاف لا 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 صافي غادي نطلع انا هنا بشويه صافي ونجي لها بحال هكا هي صراحه هادي كتجي زوينه في التحت صافي البنات وغادي ندي هاد النقطه لهنايا غندي الحوض غندي لعند الاخر ديال اسمو باين شكون عندها شي سؤال تبدا معنا السؤال انتما ناضيين ها فين ثلاثه عند طلعت 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 ثلاثه هي راه باينه طلعت عندكم طلعوا لي هنا هي راه هذه كنطلع كنطلع في البلاصه المحلوله ماشي المسدوده في الجناب هذا راه القدام ها الجناب هذو هما الجناب صافي البنات كلشي مزيان كلشي هو هذاك بسم الله بالنسبه للقطيعه البنات شوفوا فيها دائما ملي كتبي تبداي ما تدخليش المقص والثوب ما يتحركش ملي تشوفي الثوب كيتحرك حطي عليه يدي شوفوا لاحظوا انا باش كنقطع راه كنقطع غير
بالراس المقص، راه فيا اللي بدا يدخل المقص. لا ما تدخلوش المقص، الا كتدخلي المقص لهنا راه كيبدا كيبدا يشد لك في الثوم، كتولي مدابزه معاه. شوفوا ها ها الماء. المهم صراحة هو كل واحد كيولف. انا كاين بعض الخطرات انا بعض الخطرات كنشد حيت سنملا، بعض الخطرات كنقطع بالوسط كل مره صراحه مع الكالو. غنحاول نوقف شويه هاد التركيز هذا. مزيان نحيد هذا اللحوم، بقى لي هذا ياك. اش غندير؟ غادي نهز الامام الظهر وغنخلي الامام الامام هذا راه غيتحيد كامل صافي. انا عندي هنايا اشنو؟ عندي هنايا كسمه ولا جلابه. جلابه بشحال غنهبط؟ 8 ياك. جلابه غنهبط ب 8 صافي. انا عندي هنا كسوه بالصديف وغادي ندير هنا شي بابيون ولا شي لعيبه ولا سمو، بشحال غنهبط؟ 5 5 البنات ماشي 8. الجلابه اللي غنهبط ب 8 غنهبط ب 5 وغادي نمشي لهاد القند هذا وغادي نقور. عندي التركيز، بالنسبه للتركيز اشنو غادي ندير ليه؟ غادي نجيب النص ديال البياسه وغادي ندخل بواحد اونس ولا جوج وغادي نمشي من هاد القند غنهبط واحد شويه وهنا غادي نعاود ثاني نجر واحد الخط وغنلاقيهم هنا. شو كيفاش؟ يعني سهلت عليكم. كنجر وكنجر وكنلاقيهم في هاد النقطه هادي وغنقطع. ردوا البال هنا راه ما تاكلوش ليا في الكتف، وهاد البلاصه حتى هي ما تاكلوش ليا فيها. هنا ما تنسوش راه شوفوا راه غنجي وغندخل انايا المقص ديالي الوسط. هاد التركيز هذا هو علاش كنبني اش كنبني لكم. التركيز هو علاش كنبني لكم. غنعبر كندير بحال كنخيط معاه السنتيم. عطاني 28 ناقص واحد هي شحال؟ 24 هكداك. غادي نجر التوب ديالي قدي تما، غنجر التوب ديالي. درنا 90 صافي. شحال درنا في الجلابه؟ درنا فيها 90. غادي نحل التوب بحال هكدا. حلي صافي. غنحل التوب ديالي. شحال درنا في الجلابه؟ 90. غنشد 90 وغادي نخرجها. ديال اش هاد 90 اللي غنخرج دابا انا؟ ديال الفوق ديال الجلابه. هاد 90 انا الكسوه غادي ندير فيها 140 ها 140 140 راه داخل فيها الخياطات، داخل فيها كلشي. يعني دابا ملي غتلبس الكليانه شحال الطي ديال الكليانه اللي غتلبس هاد الكسوه اللي كتلبس شحال؟ لا لا 140 على 90 الا نقصنا الخياطات وداكشي يعني شحال 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 بات لبس هاد الكليانه؟ غتلبسها مولات 138 137 او هي الشعيبيات سير صافي. يعني شتي شي سنتيم ديال الخياطه؟ زدت زدت لا راه زدت صافي. البنات ها هو الطول ديالي. فين هو الطول؟ انا ترسيت كنخرج 90 ها هي 90 ديالاش ديال الفوق وانا درت في الكسوه 140 ها 140 صافي. انا عندي بليات غنحط صبعي هنا وغنعاود نعبر هنا العبر اللي بغيت ديالي وغنديرها صافي. هذا هو الطريقه باش كنفصلوا اش الفرفار باش كنفصل الفرفار. عندي هنا مسدود، ردوا البال عندي هنا مسدود. هنا ما كنمسوش، ها فين غتكون عندي الخدمه صافي. ها فين غتكون عندي الخدمه؟ اش كندير؟ غادي نقاد التوب ديالي، غنحاول نقاد هو الاول وغادي نجي التلاش للنص وغنطلع هنا بشحال؟ بجوج بخمسه خمسه كنطلع بخمسه. عندي هنا عاد شحال عندي جلال جوج راه كنطلع ملي في الفوق صافي. كنطلع بخمسه في البلاصه اش المحلوله، البلاصه المحلوله باش كنطلع بخمسه وغنقطع. يلا اشنو غندير؟ غادي نجي لهنا وغنحلو. تجي معايا حسنا؟ شتي هاكا؟ شتي انت تما؟ ردو البال البنات لهاد القطعة هادي
ما تعوجوهاش عرفتي علاش؟ حيت هاد القطعه هادي راه هي الفوق هي اللي غتلصق ليا مع الكسوه وغادي تتعلم. الا ما علمتوهاش غتولوا ملصقين. صافي شوف هاد غندير هكذا هاي بحال وغندير بحال هكذا. شنو هو هذا دابا؟ هذا الفوق. حتى وحده ما سولتني واش غنحلو ولا غنقطعو. ما غنقطعوش هذا هكا. انا الكسوات انا الكسوات الامام وهذا الخلف. هذا الامام وهذا الخلف. صافي جمعوا البياسات البنات. هدي عندك البطاطا يلا. اشنو غادي نتبع دابا؟ الكمام ولا اش؟ ها البنطة. البنطة البنات ما عمركم تنساو عليا تفصلوا عليا قبل الكم. الكم اخر حاجه كنديرها هي الكم. علاش الكم؟ غادي نقدر الكم غادي نشدو انا غنقطعو انا نشد الكم انا نلمها من هنايا ونزديه ما عنديش مشكل. ولكن البنطة لا البنطة ضروري ضروري البنطة خصها تفصل طويله. بالنسبه لبنات البنطة غادي نديرها انا صغير كورونا غادي ندير فيها صفات غير صغار يعني غادي ندير فيها 5 سنتيم كافيه يعني. علاش؟ على حسب الثوب ما يقدنيش ولا ندير 6 ندير 6 يعني 12 اللي غتمشي ليا في الثوب. صافي ندير 6 في 6 يعني غنعبر 12 6 في 6. بالنسبه لهاد البنطة البنات من الاحسن تستروها تبقى 2 سنتيم في البنطة من بعد ما كتخيط شويه غتبقى فيها واحد شويه ولكن مزيان 6 مزيانه الفوق خلينا فيها 6 سنتيم. بالنسبه لديال البنات من الاحسن ترصيوها عرفتي علاش؟ شوف عندي مع ديريكت انا مع معقوله كنمشي ديريكت نقص معقول. صافي غير وكان انايا غنمشي بها ديريكت اما راه تندمو معقول حيت صعيب صعيب باش تمشي ديريكت خاصني تكوني يعني ضاربه حافظه الطريق حافظه صافي. بالنسبه لهادي راه غادي تحل بحال هكذا اصلا هادي راه طويله بزاف راه غتشد ليا تحل بحال هكذا ياك هكذا وغادي نخيط فيها ماشي سنتيم غنخيط فيها شويه باش تبقى ليا غير. بالنسبه لهاد البنطه هادي اشنو اللي كيتحكم لكم فيها؟ بالنسبه لعرض البنطه ما يمكنش دابا انا درت هكا بنطه صغير كورونا وندير فيها صدفه كبيره صدفه هي صغيره دوك ديال 10 دريال ومازال ديك الطي 16 14 بقى ليا هنا هذايا انايا خصني كيفاش ندير تنخرج فيه الكمام. صافي غادي نشد البلاصه المسدوده غنخليها ليه وغادي نخرج الفوق ديال الكم هكذاك غنخرج الكم ديالي هنايا. صافي تنيت الثوب على شحال؟ تنيت الثوب ديالي على 4. غادي نبدا من الفوق غندير الطول كامل. علاش؟ علاش ندير الطول كامل؟ نخلي الطول ما نقولش لكم باش ما نحرقش لكم المراحل. يلا اي غادي الفرفر غادي الفرفر ولكن خلو غتخلي الطول انتم تعرفوا علاش غنخلي الطول. غادي نهبط بشحال شحال نهبط؟ 16 لا 13 كريانه ضعيفه 13 انا هبطها ب 13 وزياده على انه الثوب رقيق انا كنهبط ب 13 هذه راه غير 13 صافي. شحال درنا؟ 27 22 شحال؟ او يا نهار يا جديره مجدوره بيا شحال عبرنا في التركيز في الجبال؟ 20 ناقص واحد هي 28 عندي انا 27 غادي ندير غير 27 نيت ولكن غادي نعرف كيفاش نخدمها ما غاديش نشرب. صافي نقدر نقص حتى لجوج شتي جوج جوج غتجيني مزيانه غادي ندخل فيها هي شتي جوج الا نقصتوها من التركيز القدام راه غتجيكم مزيانه غير وكان نتوما مع كتخلعوا تقدر تخافوا ولا المهم هاد 27 هادي غنقسمها على شحال غنقسمها على جوج بحال هكذا غيولي عندي هنا جوج بروفا غنقسم على جوج وغنقسم على جوج صافي راه مالك شويه هنا الفوق كنطلع بواحد ولتحت كنهبط بواحد وغادي ندي هاد النقط عند بعضياتهم باين غادي نهبط بشحال بطول الكود وغادي نسطرو اش غنحط عليه دورات الكود قسم على شحال قسم على جوج انا غنخدم ب 17 لا نخدمها ب 17 صافي 17 بركه وغادي ندي هاد النقطه اللي عند هادي البنات شفتوا كيفاش كنديرها كنديرها دايره ما بديش ديروها دايره كديروها ديريكت وكتجيو الوسط وكتدخلوا بواحد وغنخليها الطول كامل كامل وغنخليه صافي هنايا درت
هنا درت 17 هنا غندير 16 اصلا 16 اللي كاينه فيه. شي وحده تجاوبني علاش خليت الطوب كامل شخصية الثوب قليل هنايا الا مشيت انايا هاكا الا مشيت انا حتى تقطعت مثلا 40 ياك ويجي غيجيني الفلفل انا صغير. دابا شنو غندير؟ غادي نمشي نصاوب في الفري هو الاول هنا يعني غادي داكشي اللي نكمل غادي نقص لكم اللهم نقص لكم ولا يجيني لكم مقصير. دابا انا غادي هذا اللي شاط ليا هنا غادي نشدو غنتني على جوج بحال هكذا اثنين على هو راه اصلا اثنين على جوج غنزيد اثنين على اربعه صافي ماشي مشكل. عندي هنايا 16 غنخدمو ب 16 غنخليني 16 صافي غنخليني 16 انا قلب على 16 هنايا شحال فين جاتني وانا راه كتخدمي راه كتبداي تخدمي وكتخدمي عينك ميزانك كيفاش عينك ميزانك باش الحساب اللي عندك هنا يكون عندك هنا يكون مفوت بشويه. عندي هنا 11 وعندي هنا 10 يعني مزيان صافي. عندي هنا كبير وعندي هنا صغير غادي نمشي للبلاصه الصغيره هي اللي غنعبر شحال فيها. عندي فيها 14 شونس صافي عندي فيها لا عندي فيها 14 اونص ياك ها هو الطول ديالي ها الطول ديالي علي غادي نجي وغنعاود نعبر الطول عندي 25 25 هي باش غندور غنعاود عبرت هنا شحال 16 منين جبتها من اسفل الكم صافي ها هي فهمنا. عندي هنا طويل وهنا عندي صغير اش غنعبر غنعبر البلاصه الصغيره شحال عطاتني 14 صافي غنعاود نجي للفوق انا دابا عبرت 14 تخيلوا معايا بانه لكم خاصني ليني 14 صافي كنعبر 14 علي كنعاود هاد 14 ما يمكنش انا غادي ندور بها لا كنعاود نطلع للفوق وكنشد العبار عطاني 25 هاد 25 هي باش غادي ندور بحال قلتي الجرس كيتعبر على جوج مرات كيتعبر العبر الاول اللي هو الاساس اللي خاصك في الكم يعني من بعد كتعاودي كتريكلي من هاد النقطه هادي وغادي ندور. البنات راه واخا نهضر لكم هنا حتى الصباح الا ما طقتوش والو كلشي افتا صافي. عندي هنا مسدود وهنا مسدود واحد البلاصه بعدا نقطع بعدا بالنسبه لهاد العيبه هاد الجرس البنات راه ممكن نخليه بحال هكذا ياك ونخدم به هذا كيجي بحال هكذا هذا راه جرس ديال يد وحده والا ما كيكون مسدود وكيكونوا بليات كيجي واعر كيجي خطير في اليد غير انا المهم انا خربقت هادشي دابا الا ما كيجيش كثير بالعكس باش كيجي واعر كيجي زوين غادي نعاود نردو كي كان كيكون دوبل كيكونوا فيه بليات لا ما كنديرش انا هذا دائري كيبان كبير انت كيبان كبير ملي كنشدو من هنا اما الا كتشدي من هنا راه كيكون صغير واش صافي انا رديتو كي كان وغنحلو من واحد الجهه باش يعطيني جوج حيت الجرس البنات باش ما شتي لاش ديتو الجرس من هنا راه كيكون كبير باش ما نقصي باش ما كينقص العرض ديالو اما احسن كلشي زوين جوتوبك عرفتي من هنا راه يقدر يزيد حتى المتر ولا نص يفوت لك نص متر صافي ها هو هذا الجرس هذا دابا شنو غندير لهذا البنات غنديروا العمليه الحسابيه ياكم هاكا غادي نشوف اللي عطاني هذا داكشي اللي قلت لكم انا ما تنقصوش عندي هنا 49 ياك عندي 49 غنحطو هذا هنا ونشوفوا شحال غيعطيني عندي 58 يعني غادي نهبطو شويه عندي 61 يعني مزيانه يعني غنقص هذا شحال ايه لا غيجي طويله صاحبتي بزاف شتو نقول لك واحد الحاجه شتي الجرس وعمر الجرس يفوت هنا الجرس كيكون هنا احلى الا كان هنا كيجي واعر ما عمر الجرس يفوت يديكم الا فات يديكم كتولي دايره بحال شي دوك اسمهم يعني داك الفيلم دوك المهم جرس المهم ها انت فهمتيني ملي كتهبطي يدك كيجي هنا كيجي احلى اما ملي كيكون هابط
راه ما كيجي الزوين ما انا ما كيعجبنيش. صافي دابا غادي نديرو بحساب الخياطه نشوفو تقريبا شحال شاطلينا فيه. ومازال انا راه ملي كيجيني ملي كيجي طويل راه كنقدر كنقصو. شتي الجرس كاع كديري ليه لاستيك؟ لاستيك لا ما عندناش ليه لاستيك 61 يعني مزيانه. صافي البنات هي كتبقى ليك 60 59 مزيانه. صافي هادو هما لي ديطاي ديال الكسوه البنات. اش نقول بقى ليا بقى ليا عطوني هنا كثر في الشاشه ديالي راه كنا حنا وعاودنا رجعنا ليه. حاجه وحده ننصحكم البنات ما عمركم تلوحوا تروفات حتى تمشي الكليانه تغبر عليكم بسيمانه تما صافي تعرفوا تقطعوا ليا بان ما بقاش رجع على ديك الساعه تلوحوا لوحوا دوك التروفه اللي بعيشيتوا ليها. علاش العيالات راه واخا تجي وتقيس الكسوه كتمشي وكتجي تجيب لك تجيب لك شي بلان. وصراحة انا عارفه كتمشي الكليانه كنلوح 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 داكشي. صافي قطعت اش قطعت صداير وغادي نعبر شحال ثلاثة ولا أربعة ضايره حتى هي كتكون ضايره نتوما عبروها. هذا هو باش غادي نفيني باش نفيني صافي يلا عطوني دغيا ندير غير نوريكم الشكل التقريبي وصافي ما نجمعوهاش غادي غير نعطيكم الاخر اينا داك واحد بقصتي واحد خليتي بصح الله يلا لا يتا لا كنعرفو تاتوا بجوج يلا يلا سير بسم الله واش غتزيدي درتي غير 6 شنو كنت كنتي درتي غير 5 دابا ملي غديري 5 لا حتى 5 كتجي زوينه حتى تجي زوينه حتى 5 كتجي زوينه اصلا فيه هو الصديفه كتخلي الصديفه محلوله لا لا ماشي مشكل كتخلي واحد الصديفه محلوله. يلا البنات بسم الله غادي نحاول غير نقربكم شويه من الموديل وصافي نتوما راكم ديري ليا بحال الصنم نتوما تحركوا شويه عطونا ما كاين لا نيتات لا والو عطونا غير الظهر حتى قدام ها لا راه نيت الظهر راه الظهر عطونا ها الظهر. البنات شوفوا فيا نتوما اللي ما غاديش تحضروا معايا المونتاج انا غادي ندير المونتاج عطوني الامام والخلف. اش كندير اول حاجه كنديرها عرفتي شنو هي اول حاجه كنديرها ياك بس هذا ما تخليش نهارتي ديري لي الخياطه ولا الزيت تحضري لي حيتني انا حبيبتي كاين الدرس علاش ما تحضري لي ها هو تحضري لي دابا راه شوفي لا في الماكينه الماكينه لا لا غيكون الدرس الماكينه راه كلكم نتوما كتعرفوا من الماكينه ها راه هي ما ماشي شي حاجه اللي اش اللي كنديروا حنا كنخيطوا في الماكينه كنخيطوا شي سلسله شي جيب شي فهمتي كول شي حاجه اللي صعيبه. اما بحال هذا راه ما غاديش يحتاج اسمو ولا البيه راه حضرتو ليه. شوفوا فيا غنخيطوا الكتاف صافي غنخيطوا الكتاف مع بعضياتهم وغادي نخيط الكمام غادي ندير الكمام بالنسبه للكمام راه كتلصقي معاهم الجرس ديالهم هي الجرس صافي وهذا راه كتلصقي الفرفار هنايا قبل ما نلصق الفرفار لا الباندا فين الباندا الطويله قبل ما نلصق الفرفار كنلصق الباندات سمعتوني يا البنات كندير الباندات هما الاولين حتى تنلصقهم وكنجيبهم من هنا وكنفيكسي وحده فوق وحده. استاذ ما كتقصيش داك القدام شنو هو غنقصي راه دات بيت خيط دات بيت سورجي وبيت اسمو لا لا ضروري لا ضروري كي ضروري كتلبسي صافي اخر حاجه كنديرها اخر حاجه كنديرها هو هذا هذا هو صراحه الفرفر كان منين حتى كيتلصق ياك راه كتخليه بحال هكا كتخليه بحال هكا محلول ياك كتخليه محلول ولا ديروا واحد الحاجه ولا ديروا واحد الحاجه غادي تلصقوا باش تسهل عليكم لا غادي تلصقوا لا ماشي الكتاف غادي ندير الباندات هما الاولين في القدام ياك الامام غنلصق ليه البليات ديالو والظهر غنلصق ليه البليات ديالو ياك على ديك الساعه غنلصق الكتاف ونلصق الكمام وننزل مع الجناب. غير حاجه وحده اللي نتوما اللي غادي تلقاو فيها مشكله اشنا هي هادي اللي غتخربكم احسن اما راه انت كتخيطي ها البنده البنده شوفوا ملي ملي كنبغي ندير ملي غادي نبغي نخيطها غادي نخيط واحد مع واحد بحال هكا صافي غنخيط واحد مع واحد داكشي غير ملي كتبي تسدي كديري بحال كتسديها كتحطي طرف على طرف وكتخيطي فهمتي كتكراني كتسديها فهمتي كتسديها ومن هنا راه كتبقى محلوله باش ملي تبغي تلصقي الطرف مع هاد البليه مع اسمو كتلقاي مسدود. هذا هو الموديل ديالنا البلي راه عرفتو كيفاش الخياطه ديالو. شكون اللي عنده شي سؤال نتوما واعرات